المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي ينير ظلمتي. أحبائي، برنامج ينير ظلمتي بتقدمه قناة كوبتكسات كل أسبوع الساعة 6:30 بتوقيت كاليفورنيا يوم الأربعاء. النهاردة بصلي إن ربنا يدينا حلقة مميزة نتمتع فيها بحضور الرب ونتمتع فيها بكلمة من عنده هو، يعطينا فيها استنارة لأذهاننا ويعطينا فيها فهم لكلمته الغنية الجميلة العظيمة اللي بتغذينا، اللي بتنمينا، اللي بتفرحنا، بتعزينا، اللي بتسندنا في كل طرقنا. قبل ما ابتدي الحلقة النهاردة أنا عايزة أهني الشعب القبطي كله وأهني كنيستي القبطية بحلول رأس السنة القبطية بعيد النيروز. كل سنة وإنتم بصحة وبخير وبسلامة، كل سنة وإنتم في إيد رب المجد يسوع المسيح، من مجد إلى مجد، من قوة إلى قوة. يسكن الرب قلوبنا ويسكن الرب بيوتنا، والرب يكون معنا طول الطريق. كمان للأسف النهاردة في ذكرى 9/11 بنصلي إن الرب يلمس قلوب الناس اللي اتجرحت في اليوم ده، والرب يدي تعزية للعالم كله ويخلي العالم السنة الجاية أفضل بكثير من هذه السنة. أحبائي، النهاردة الرب هيدينا حلقة مميزة جدا هنتكلم فيها عن سفر المزامير، من أعظم أسفار الكتاب المقدس، الغنية بالتسبيح، الغنية بالعبادة، الغنية بالتعزية، غنية بكلمة الله العميقة المغذية اللي ممكن تنمينا وتفرحنا وتشددنا وتقوينا في طريقنا. والنهاردة الرب هيعلمنا وهيفتح عينينا على كلمات كتيرة وعلى أسئلة كتيرة. أنا أول واحدة بتدور في ذهني كتير وما عنديش كان ليها إجابة، لكن أنا عارفة أن الرب هيرد علينا في كل الأسئلة. وأحب أقول لكم أن مكالماتكم بنرحب بيها، يا ريت تشاركونا، وايضا طلبات الصلاه بنرحب بيها، فيا ريت لو في اي طلبه صلاه احنا بنحب ان احنا نشارك ونحط طلبات الصلاه امام عرش النعمه. بيسعدني ان يكون معانا ضيف عزيز علينا هيشارك معانا في كلمه الرب، الأخ سمير بشرى. برحب بحضرتك أهلا وسهلا بيك سمير، ربنا يباركك ويباركك أيضا. إن الرب هيستخدم حضرتك النهاردة لمجد اسمه. أمين أمين أمين. وعايزين نلقي الضوء أخي سمير على كلمة الرب، خاصة في سفر المزامير. عايزين نتعرف، عندنا أسئلة كتيرة قوي قوي، فعايزين نتعرف على سفر المزامير وبعدين هناخد المزمور الأول. آمين. فنبتدي بالسؤال الأول بقى بالنسبة لسفر المزامير. سفر المزامير نعرف الأول مين اللي كتب السفر ده؟ سفر المزامير المشهور إن هو ينسب إلى داوود، لأنه هو اللي كتب أغلبية المزامير. لكن الحقيقة اللي كتب سفر المزامير مجموعة من الكتاب اشتركوا في كتابة هذا السفر. أولهم وأهمهم داوود اللي بينسب إليه هذا السفر، وأيضا كتب آساف 12 مزمور، كتب بني كورة 11 مزمور، كتب سليمان مزمورين، كتب موسى النبي مزمور، كتب إيسان الإزراحي مزمور، وكتب هامان أخو الإزراحي أيضا مزمور. وبقية المزامير اللي مش مذكور مين كتبها بتنسب إلى داوود النبي والملك. جميل جدا، رائع. يعني مجموعة من الأنبياء اشتركوا تقريبا، والمسبحين طبعا. نعم، لأن بني قورح كانوا مختصين بالتسبيح في الهيكل، فكتبوا حوالي 11 مزمور، وأساف كان برضو من ضمن المسبحين. فاشترك مجموعة كبيرة في كتابة سفر المزامير، بما فيهم موسى النبي. أول مزمور اتكتب سنة يعني يقدر بالتقريب 1440 قبل الميلاد، المزمور قبل الميلاد اللي كتبه موسى النبي لما خرج الشعب من أرض مصر وعبروا البحر ونجوا من الغرق ومن جيش فرعون، فكتب الفرس وراكبوا ترحم في البحر. وكانت مريم أخت موسى، كانت اللي هي مريم بنت هارون بنت عمران أخت موسى وهارون، كانت هي اللي بتقول الجواب مع النساء، جواب القرار بتاع الترنيم مع النساء الشعب، الفرس وراكبهما طرحهما في البحر. طب الأزمنة اللي اتكتبت فيها، يعني حضرتك قلت لي من موسى، طيب استمرت ل يعني نقول الحقبة الزمنية. احنا قلنا دلوقتي ان موسى ابتدى كتابة سفر او اول مزمور، اقدم مزمور مش اول مزمور، اقدم مزمور اتكتب سنة 1440 قبل الميلاد، وخد حوالي فترة طويلة ما يقرب يمكن من 900 سنة، لان اخر مزمور اتكتب سنة 586 قبل الميلاد، وده كان لغاية السبي البابلي. لما حصل السبي البابلي يعني المزامير بتغطي حقبة طويلة مش أقل من حوالي 9 قرون تقريبا. 9 قرون اللي اشتركوا في الكتابة كان. لكن اللي يعني ما نستعجبش ان 9 قرون اتكتب فيهم سفر واحد، لكن الروح هي واحدة، لأن الروح القدس هو اللي كان بيملي على كل من كتب المزامير، فنلاقي في وحدة في كتابة الكتاب المقدس كله مش المزامير بس. طبعا. نعم. طبعا، لأن روح الله هي اللي سيدة، وهي هي اللي كانت تملي على كل الكتاب. أكيد. نعم. أكيد. نشكر الرب. آمين. جميل جدا. طيب احنا عرفنا دلوقتي اللي كتبوه، عرفنا الأزمنة. سفر المزامير من الأسفار اللي مليانة بالتسبيح، نعم، وبالعبادة وبالنصائح اللي هي يعني لحياتنا العامة، وهي بتعبر عن كل مشاعر الإنسان، يعني من أفراح، من أحزان، من ألم، من يعني حسب الظرف اللي كان بيمر بيه كاتب المزمور، كان بيعبر عن هذا الظرف بأنه بيعبر عنه بكلمات في المزمور، ويكلم بيه الرب المجد إلهنا. طيب الرسالة اللي ممكن أنا أو أي إنسان يقدر يستشفها أو يدركها أو يتعلمها من المزامير. الحقيقة رسالة المزامير رسالة كبيرة جدا وعريضة جدا، لأن سفر المزامير من أطول وأكبر أسفار الكتاب المقدس. فعشان نعمل عرض كامل رسالة المزامير والرسالة العظمى اللي بيحملها، عايز ده دراسة دقيقة لمزمور مزمور، لكن احنا ممكن نوجز بعض النقاط عن رسالة سفر المزامير. رسالة، أول حاجة إن جزء من رسالة المزامير بينطوي على اختبار شخصي لكاتبه. أيوة، زي ما حضرتك قلت دلوقتي. بيشمل تجاربه، أحزانه، اضطهاداته اللي جات عليه، اتكاله على الرب، توبته، خلاصه لله. دي حاجة. لكن ما يغيبش عن نظرنا ان احنا بنتكلم على قديسين العهد القديم وعلى وما هي الارض اللي كانوا بيتكلموا منها. فقديسين العهد الجديد ليهم اختبارات اسمى من اختبارات اللي في العهد القديم. في وسط الاضطهادات اللي حلت بالقديسين القدماء نراهم يطلبون الانتقام الإلهي من الأعداء وأن تحرقهم النار كالقش، لكن القديسين في العهد الجديد لا يفعلون ذلك. أمال بيقولوا إيه؟ حسب ما الرب يسوع علمنا يحبون أعدائهم، ها؟ أيوة. ويصلون لأجل مبغضيهم. أيوة. دي شيء مهم جدا، علشان في ناس بتدعي على ناس وتقول لك ده مكتوب في الكتاب. لا، القديس أغسطينوس قال كلمة مهمة جدا، قال انظر إلى التدبير يستقيم لك التفسير. هقولها تاني. أيوه. انظر إلى التدبير في العهد القديم أو في العهد الجديد فيستقيم لك التفسير. يوضح التفسير. يستقيم ليك يعني يوضح، لكن المعنى أن الرؤية اللي في العهد القديم تختلف والنور اللي وصل لهم في العهد القديم يختلف عن النور اللي وصل في العهد الجديد. أيوة، هي الرسالة واحدة لكن يعني متقدمة. الرب يسوع قال كده، قال في الموعظة على الجبل إني ما جئت لأنقض بل لأكمل. بالظبط كده. قيل لكم وأما أنا فأقول، قالها 5 مرات في العظة على الجبل. صح. أيضا بنجد إن كتبت المزامير يدعون الرب بأسماء مختلفة، زي الصخرة، الحصن، الراعي، الترس، المجن. ها؟ كلمات قوية معبرة. لكن ما فيش حد بيدعوه أبي، وما فيش حد تاني بيشير إلى بنوية المؤمنين لله. ده في العهد القديم. أنا بتكلم على المزامير في العهد القديم. وما فيش إشارة إلى الرجاء المبارك الذي ينتظر المؤمن أن يكون مع المسيح في بيت الآب. كان لسه. بتتميز كمان المزامير بأن هي التسبيح، الشكر، التمجيد، العبادة. برضك كلمة يا رب أنت ملجئي، أنت حصني، أنت قوتي، أنت يا رب يعني سور حماية. نعم. أنت كلمات برضو يعني قوية قوية، بتدي روح الأمان والإطمئنان للإنسان كأنه في حضن أبوه. يعني هو اتكلموا كمان يعني المزمور الشهير جدا مزمور الراعي. اللي هو مزمور 23، الرب راعي فلا يعوزني شيء. بالظبط. في مزمور 27 يتكلم عن الساكن في ظل العلي في ظل القدير يبيت. صح. معاني قوية زي ما قلتي، لكن ما كانتش فكرة بنوة الله ان الله ابونا، اب وابن، ما كانتش واضحة، ما كانتش وصلت. هي دي الفرق ما بين احنا بنعمل يعني كدراسة، يعني مش دراسة، كتأملات، مقارنة ما بين المزامير وما بين. انا هقول لك ليه النقطة دي اثرتها بالذات، لان كان في واحد اخ كان بيكتب على الكمبيوتر على الفيسبوك، فجايب مزمور حط من الاشرار اعمل وبتاع، وبعدين بيقول الكلمات دي. واحد قال له يعني الكلام ده اللي انت كاتبه، قال له لا ده مزمور ومكتوب بالروح القدس. صح، مكتوب بالروح القدس، لكن مكتوب لمين؟ للجيل اللي هم فيه، لقبل مجيء المسيح. المسيح قال حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. ففي فرق زي ما قلت. المقولة المشهورة برضه هقولها تاني بتاعت القديس أغسطينوس، بيقول انظر إلى التدبير يستقيم لك التفكير. التدبير الخلاص وتدبير بنوية الله للإنسان ما كانتش أعلنت في العهد القديم، كانت مضمنة في النبوات، حتى في نبوات سفر المزامير. على فكرة سفر المزامير مش بس سفر تسبيح وشكر وعبادة، لكن من أقوى الأسفار النبوية. أكبر أسفار نبوية سفر المزامير وسفر أشعياء النبي. صح. أكبر مزمورين أكبر سفرين أو كتابين بيتكلموا عن حياة المسيح، عن آلامه، عن اضطهاداته، عن خيانة تلميذه ليه، عن قيامته، عن صعوده، عن صلبه. أيوة. كل هذا متضمن في سفر المزامير. أيوة. فسفر المزامير قلنا بيتكلم كمان من ناحية النبوات على 3 محاور. المحور الأولاني آلام المسيح والأمجاد اللي بعدها. كتير من المزامير عبارة عن صلوات الرب يسوع قبل أن ينطق بها، يعني مذكورة قبل ما المسيح. أيوة. زي إلهي إلهي 22. إلهي. أيوة. إلهي لماذا تركتني. أيوة. أيوة اللي هو مزمور 22 اللي قاله على الصليب. أيوة. هو قال مطلع المزمور عشان اليهود يعرفوا إن اسم المزمور ده بالمناسبة كان إلهي إلهي لماذا تركتني، ما كانوش بيقولوا مزمور 22. أيوة. فبيوجه أنظار الشعب وأنظار اليهود اللي كانوا حوالين الصليب إن هذا المزمور مكتوب عليه تنبؤ النبوة عنه. نبوة عن فكانت مزامير كتير كتبت بلسان الرب يسوع بالنبوة قبل ما ينطق بها. جميل جدا. كما بنجد كمان كتير من الأقوال اللي بتعبر عن حزنه، حزن أيوة. المسيح وآلامه. أيوة. وده اللي تم حتى في الأنبياء، يا زي ما بيقول كده في مراسي أرميا بيقول تطلعوا وانظروا إن كان حزنا مثل حزني، بيتكلم عن المسيح بيخاطب اللي حواليه آلام المسيح. آلام المسيح. النقطة الثانية بالناحية النبوية مش عايز أتكلم بتفصيل أكتر. المزمور الثاني بيعلن فيه عن بنوة الابن اللي هنتكلم فيه المرة القادمة أحيانا الرب. المزمور الثاني بنرى فيه المسيح كابن الإنسان. المزمور السادس عشر بنراه كطائعا لله. المزمور ال 22 اللي اتكلمنا عنه دلوقتي طائعا حتى الموت، موت الصليب، وهو ابن الله وهو ابن الإنسان. أيوة. لكن النقطة الثانية من الناحية النبوية بيتكلم عن البقية المتألمة في انتظار مجيء المسيح. هقولها تاني. البقية. أيوة. المتألمة في انتظار مجيء المسيح. ازاي؟ بعد اختطاف الكنيسة بيتكلم عن البقية التقية من يعقوب. زي ما ذكر أرميا قال لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب ولكن سيخلص منه. وبيتبدل المشهد بعد كده من العويل إلى التهليل إلى الفرح، والنوح إلى فرح، ويظهر الرب خلاصه. أمين. النقطة الثالثة من الناحية النبوية العصر السعيد. بيتكلم الموضوع الثالث عن النبوات في المزامير إنه هو الأمجاد القادمة. أيوة. للكنيسة، لشعبه المفدي، وللأمم، وللخليقة نفسها، حتى يعود الملك بالمجد ويتمم ويختتم السفر بنشيد الهللويا. أيوة. آخر سفر اللي هو نشيد الإيه؟ هللويا، عندما تشترك بقى السماء والأرض وكل نسمة في التسبيح لإسمه. جميل. كل نسمة تسبح اسم الله. جميل جدا. ختم الموسيقار هندل المقطوعة الشهيرة بتاعته المسية بهذا المزمور 150 الهللويا، مجدا للرب. جميل. الحقيقة المزامير يعني سفر واسع واسع واسع، وعندنا 150 مزمور، فيعني عندنا ما تكفيناش سنة علشان نقعد يعني نتمتع بالكنوز وبالنعمة وبالبركة وبالغنى اللي جوه هذه المزامير العظيمة القديرة. بس احنا النهاردة علشان وقت البرنامج عايزين نركز على المزمور الأول. فالمزمور الأول هو رغم طب ممكن تخلينا بس نتكلم على أقسام المزامير وبعد كده ندخل في المزمور الأول بس. اتفضل. النهارده خلاص ماشي. أقسام المزامير احنا عندنا وقت لسه. فعلا احنا هو كان في سؤال حتى انا الحقيقه كنت نفسي اسال حضرتك، بس يعني فاتني ان انا اسالك. ما يهمك. ان هو السؤال يعني اللي عايزه اعرفه، هل كان في تقسيمات لسفر المزامير ولا كانت وحده واحده؟ يعني كانت متقسمه كده ولا اليهود بيقولوا ان موسى النبي اعطانا 5 كتب اللي هي التوراه، وداود النبي عطانا 5 كتب يقابلوا التوراة بتاعت موسى، يعني 5 أسفار مقسمين يقابلوا ال5 أسفار بتاع موسى. إزاي الكلام ده؟ بيقولوا إن الكتاب الأول أو القسم الأول أو السفر الأول هو المقابل لسفر التكوين. ما موسى كتب تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، دول ال5 أسفار. فبيقولوا الكتاب الأول أو القسم الأول ده المقابل لسفر التكوين، ده بيبقى مذكور من مزمور 1 لغاية مزمور 41. وده بيتكلم عن الإنسان البار والشرير، زي ما التكوين ابتدى يتكلم عن البار والشرير. أيوة. قايين وهابيل. الإنسان الأول آدم، والإنسان الثاني الرب يسوع. وبيتكلم عن ضد المسيح، بيتكلم عن آلام المسيح اللي هو آدم الأخير، وبيذكر اسم يهوه ألوهيم اللي هو مذكور في تكوين الإصحاح الأول اللي هو جبل الرب الإله. الرب الإله معناها بالعبري ألوهيم اليهوه. وبيختم هذا السفر بالبركة وأمين فأمين، يعني من من مزمور 1 لغاية مزمور 41. أيوة. في نهاية القسم الأولاني اللي بيقابل قسم بيقابل سفر التكوين بينتهي بأمين ثم أمين، لأن خلي بالك مهم قوي. الكتاب الثاني اللي هو يقابل الخروج، سفر الخروج يعني، بيتكلم عن ضيقة الشعب. والخروج كان بيتكلم عن ضيقة الشعب في أرض مصر العبودية، المضطهد فعلا، وتنازل الرب وخلاصه من العبودية. القسم ده أو الكتاب ده بيبتدي من مزمور 42 لغاية مزمور 72. دي معلومات رائعة جدا، أنا الحقيقة أول مرة أسمع، دي حاجات جميلة. آمين آمين. احنا بيبتدي من مزمور 42 بقى، ده اللي هو 42 اللي هو مقابل سفر الخروج، مقابل سفر الخروج لغاية 72 لغاية 72. أيوة. وبيتكلم عن ضيقة الشعب المضطهد. أيوة. تنازل الرب إليهم وخلاصهم من العبودية ثم قيادته لهم ودخولهم أرض الميعاد. بيدور القسم حوالين الجزء الكتاب ده الفداء اللي تلم زي خروف الفصح. أيوة. هنا برضو بيتكلم عن الفداء، الفداء بالدم والفداء بالقوة، ذراع الرب القوية اللي أنقذتهم. وبيتتبع ذلك بركات الملك الأرضي لما دخلوا الرب قال لهم على الارض الميعاد واكلهم المن والسلوى والى اخره. وبيتحدث لغايه عن مزمور 72 الختام عن مجد المسيح الملك. امين هللويا. وعن ملكوته ده في مزمور 72. وبيختم هذا القسم باعلان مجد الرب الى الدهر وبالعباره المالوفه لتمتلئ الارض كلها من مجده. وبيختم امين امين ثم امين. يبقى ده ختم الكتاب الثاني اللي هو مقابل الخروج. ده معلومات جميله فعلا، الرب يباركك. الجزء الثالث بيبتدي من مزمور 73 لمزمور 89 لمزمور 89. وبيقابل سفر اللاويين. سفر اللاويين بيتكلم عن القداسه، قداسه الرب، وبتذكر كلمه القداسه في الجزء ده 87 مره. سفر اللاويين بيتكلم عن القداسة بالزبط. والجزء ده اللي هو مقابل سفر اللاويين بيتكلم بيذكر القداسة 87 مرة. كأن المزامير ماشية في خط متوازي مع التوراة، مع كتب موسى. رائع. بنجد هذا القسم من المزامير بيقود إلى المقادس الإلهية، بنشاهد الرب وهو يتعامل مع شعبه. وبيضم هذا القسم مزامير آساف، ودايما اللي بيتحدث عن المقادس والاقتراب إلى الرب، بيقول إن الاقتراب إلى الرب حسن عندي. طبعا. كما إنه قدوس فهو يريد من شعبه أن يكونوا قديسين. وبيختم هذا الجزء أو هذا الكتاب بالبركة، ببركة الرب إلى الدهر وآمين فآمين ثم آمين. أيوة. كل جزء بيختم بآمين فآمين. أيوة. الكتاب الرابع المقابل لسفر العدد بيبتدي من مزمور 90 من 90 بقى ل 106. وبيبدأ هذا الجزء بمزمور موسى رجل الله، لأن مزمور 90 اللي كتبه موسى النبي. أيوه. في مزمور 91 بنرى الإنسان الثاني. مين الإنسان الثاني؟ الرب يسوع. نجد المزامير هنا الجزء ده بيتحدث عن انتهاء التجوال والاغتراب ومجيء الرب للملك، فتتعبد له كل الشعوب، لكن لا راحة ولا سلام قبل عودة الرب. وبيختتم هذا القسم بكلمة آمين وبعدين هللويا عشان عودة الرب. مجدا للرب. هللويا. جميل جدا. مجدا. الجزء الأخير والخامس من هذا المقابل لسفر التثنية. ده معلومة رائعة جدا، يعني سفر المزامير يتقسم إلى 5 أجزاء أو 5 أصفار مقابل أصفار موسى النبي. أيوة جميل جدا، وتقسيماتهم ماشية متوازية مع أحداث العهد القديم بالظبط. نعم. الكتاب الخامس المقابل لسفر التثنية من مزمور 107 لغاية مزمور 150. بنرى في سفر التثنية تعظيم كلمة الله، وأيضا بنجد هذا القسم اقتبس منه الرب يسوع من سفر التثنية في صراعه مع الشيطان على جبل التجربة، لما قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى، بيعظم كلمة الله. أمين أمين. في بداية هذا القسم بنرى المسيح الكلمة الحية. بتتحدث المزامير من 109 لغاية 113 عن رفض المسيح وتمجيده، ثم رجوعه بالمجد وتسبيح اسمه إلى الأبد وعصر الملك السعيد. أيوة. بيتميز هذا القسم بخمس مزامير بتاعت الهللويا، آخرها نشيد الهللويا لأجل الفداء العظيم، مجدا للرب. أيوة. هللويا. وبيقول فيه النشيد الأخير كل نسمة نسمة أيوة فلتسبح اسم الرب إلهنا، لما يبقى ملك الرب يسود على العالم كله. أيوة. فكل الخليقة وكل نسمة تسبح اسمه القدوس. أمين 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 أمين. معلومات رائعة جدا جدا الحقيقة، وفعلا رائع إن الواحد يعني يستنير بالمعلومات الجميلة دي ويتابعها هو الرب بيحسنا إن احنا نقرأ في كلمة الله، وبيقول فتشوا الكتب، ولأن كلمة الله هي روح وحياة. طبعا. فاللي بينفق حتى عمره كله في إن هو يدرس في الكتاب المقدس ده ما ضاعش هباء. ده أكيد ده بحر لا يعبر. يعني ده في مراجع كتير، في شروحات كتير، في مفسرين كتير، في آباء شرحوا الكتاب المقدس قبل انقسام الكنيسة في القرون الخمسة الأولى، في مراجع ضخمة جدا، لكن الرب دايما بيحسنا ان احنا نقرا كلمته، نفتش على كلمته. طبعا طبعا. دايما الصلاة مقترنة بدراسة كلمة الله. طبعا. الصلاة والقراءة. ليه الصلاة والقراءة؟ يمكن عزيزي المشاهد شيء مهم جدا ان انا اصلي واقرا. الصلاه ان انا بخاطب الله، لكن لما بقرا كلمه الله، الله بيخاطبني يكلمني. فمش كفايه ان انت تصلي بس، لازم تسمع صوته، لازم تفهم صوته وتسمعه من خلال كلمته المقدسه. لا احسك عزيزي المشاهد ان لو كل يوم تقرا اصحاح من الكتاب المقدس بالتتابع، وصلي حتى لو انت مش قادر تفهم. في ناس كتير بيجدوا صعوبة في يقول انا مش قادر افهم، او بحس بالنعاس، او بيحس في حرب عليه ان هو ما يفتحش كلمة الله. قبل ما تفتح كلمة الله اطلب من الروح القدس حاجتين، يرشدك ويعلمك، وهو مش ممكن هيسيبك الا يشرح لك الكلمة المقدسة. لو عندك وقت زيادة وتحب تستفيد وتستزيد أكتر من كلمة الله، ارجع للشروحات والتفسيرات. الآباء والمكاتب مليانة بتفسيرات لناس الرب عطاهم شروحات وتفسيرات كتيرة جدا للكتاب المقدس. أمين أمين أمين. كمان من أعظم الأشياء اللي بتلمس قلبي في المزامير إنها بتعلمني إزاي يعني أتعبد وأصلي إلى الرب، وأعرف أن أنا أعبر له عن حاجات جوه قلبي. يعني يمكن بتساعدني أن أنا أعبر للرب حتى لو في أحزاني، بتساعدني حتى لما بحب أتعزى، بسمع صوت الرب بيعزيني من خلال مزامير داود النبي. يعني عايزة أقول لحضرتك يوميا، لو كل يوم حتى مزمور مع القراءات اللي احنا ممكن ربنا يحطها على قلبنا، بيبقى سبب تعزية قراية المزمور. وبعد كده اقرأ الإصحاح اللي انت عايز تقراه أو الدراسة اللي انت بتدرسها. أيوه. بالتتابع. لكن المزامير بترفع القلب بطريقة رائعة، لأنها تسبيح وتعبد للرب، وكمان فيها جزء نبوي مهم جدا عن الرب يسوع. القوة في الكلمة فيها قوية جدا، يعني كلمة الله فيها زي السيف تخترق القلب فعلا، يعني عميقة وقوية جدا. طيب أنا بشكرك جدا للتوضيح وتقسيم أسفار المزامير، ده شيء رائع حقيقي جميل، ومعلومة بالنسبة لي أنا جديدة. فعايزين برضك، لأن الحقيقة الوقت بياخدنا، وأنا عايزة أفكر أحبائي المشاهدين اللي يحب يشترك معانا بأي سؤال، بأي طلبة صلاة، اللي يحب يشترك معانا ويغني البرنامج بمعلومة برضو عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هيبقى شيء رائع. هنبتدي نلقي الضوء على مزمور الأول. المزمور الأول بتحبي نقرأ عدد ولا نقرأ كله على بعضه وبعدين نفسره زي ما عجبك؟ لا، ممكن نقرأ وبعدين ناخد الأعداد اللي هي قوية فيه. اتفضل حضرتك. المزمور الأول. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح، لذلك لا يقوم الأشرار في الدين، ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. جميل. آمين آمين آمين. مزمور رائع جدا وبنتعلم منه حاجات جميلة وقوية وحلوة بتساعدنا في حياتنا العملية واليومية. لو خدنا حتى بس عدد واحد بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لو خدنا بس حتى العدد الأولاني ده، ده نصيحة إن إحنا نبتعد عن الخطاة. الحقيقة هو بيبتدي بكلمة طوبى. طوبى بيطوب أو بيمدح، ودي ما يعني الروح القدس كل كلمة محطوطة في مكان في الكتاب المقدس، في المكان المظبوط وبالمعنى المظبوط. بمعنى في بداية سفر المزامير بيقول طوبى، وفي بداية حياة الرب يسوع وعظته على الجبل قال طوبى، قال التطويبات. فهنا بنلاقي تفتتح سفر المزامير بتقول يا طوبى. يا طوبى بمعنى كلمة سريانية بمعنى يا سعادة، ويا لبركة هذا الشخص اللي بيعمل هذا الأمر. جميل. فده المطوب، وعلى فكرة من ألقاب المسيح المطوب، لأنه مكتوب عنه في رسالة تيموثاوس الأولى بيقول المبارك العزيز. المبارك يعني المطوب، المبارك العزيز ملك الملوك ورب الأرباب. فبيبتدي افتتاحية سفر المزامير بطوبى، وطوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. بيقول ثلاث درجات من هذا الرجل، ثلاث أشياء عملهم هذا الرجل أو بيطوبوا إن هو ما يعملهمش. ثلاث أشياء سلبية وهنلاقي ثلاث أشياء إيجابية. أيوه. بيقول أول حاجة لم يسلك في مشورة الأشرار، يعني في تدبيرهم وفي أفكارهم ما كانش معاهم. وبعدين في خطوة تانية أكتر، في طريق الخطاة لم يقف. يعني ما وقفش مع الخطاة. ومين هو الطريق؟ الرب يسوع. فالصديق ما يمشيش في طريق الخطاة، لكن يمشي في الطريق اللي هو الرب يسوع، قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أيوه. طب يعني هو العدد الأول بيقول يعني إحنا نبتعد، يعني ما معناه؟ طبعا طوبى بيمدح الإنسان اللي هو ما يقعدش في مجلس الخطاة وفي مشورة وفي مجلس المستهزئين. فده السؤال بتاعي، هل الرب هنا بيقول لنا إن إحنا نبتعد عن الخطاة؟ لأن الرب يسوع المسيح قال أنا بحب الخطاة لكن بكره الخطية. فالعدد الأولاني هنا بيقول طبعا إن هو بيطوب الناس اللي ما تقعدش في مجلس المستهزئين وإنها ما تمشيش في طريق الأشرار. فأنا السؤال بتاعي علاقتي إيه مع الأشرار؟ هل إن أنا أتجنبهم، ولا هل إن أنا يشوفوا فيا المسيح، ولا إن أنا يعني أبتعد عنهم خالص؟ لأن الرب بيطوب الناس اللي هي بتبعد عنهم. ما هو لو كملنا الشرح بتاع الجزء الثالث من التطويب لهذا الرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس. بنلاقي في ثلاث درجات إن هو لم بما معناه لم يشترك في مؤامرات الأشرار ولا في شرهم ولا في مشيهم. فالمطلوب من المؤمن إن هو بيقول كده الكتاب في العهد الجديد: مفيش خلطة للنور مع الظلمة. إزاي بيمدح الرجل الصديق وفي نفس الوقت هيقول له امشي مع الأشرار؟ يمشي مع الأشرار يعني إيه؟ يمشي مع في طرقهم الردية. فالكتاب بيعلمنا باستمرار إن احنا ننفصل عن الخطاة، ننفصل عن الأشرار. محبة الله للعالم كله دي حاجة لأنها محبة مطلقة للعالم كله، لكن هل العالم كله بيقبل الله؟ أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. ده شيء مهم جدا. محبة الله دي معلنة للعالم، لكن العالم هل بيقبل كله محبة؟ اللي بيقبل محبة الله ليه وبيؤمن بيه ده يبقى ابن لله، وابن لله مش هيمشي في طريق الأشرار. على فكرة المزمور ده بيسمى مزمور الطريقان، طريق الأشرار وطريق الأبرار. ده اسم المزمور أو عنوان المزمور. والطريقان دي العظة الإلهية، ملخص للعظة الإلهية إن في طريقين. قال كده في سفر التثنية الرب وهو بينصح الشعب، قال له في تثنية 30 عدد 19 بيقول كده: قد جعلت قدامك الحياة والموت، الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لتحيا. يبقى ملخص العظة الإلهية كلها هذه الآية وهذا المزمور. فده يا إنسان أنا بنصحك إنك تختار الحياة، تختار لتحيا. كويس. ابعد عن الموت. كويس. البعد عن الله والمشي مع البعد عن الله يعني مع الأشرار، يعني المشي في طريق الشيطان. ما هو ما فيش غير طريقين، لطريق الله لطريق الشيطان. أكيد. يعني عشان نكون واضحين لسادة المشاهدين، معناها إن أنا يعني بختصرهم خالص، لكن أنا كان سؤالي يعني هل إن أنا ممكن أو يعني إن أنا مش بجلس في مجالسهم، ولكن زي ما تقول مش عايزة أوصل لهم نور المسيح. ما الناس دي في فرق بين إن أنا أدعو وأبشر الخطاة، وفي فرق بين إن أنا أجلس أسايرهم في شرهم. يبقى نوضح بس. أسايرهم في طريقهم. ما احنا قلنا في طريقين. جميل. طريق للأشرار ده بيبقى مع الشيطان ويؤدي إلى الموت وإلى جهنم. أيوه. طريق مع المسيح بيؤدي إلى الحياة. أيوه. الأبدية. طبعا. لأن المسيح قال، هقولها تاني، أنا هو الطريق والحق والحياة. جميل جدا. جميل جدا. يبقى زي ما حضرتك وضحت ان يعني نوصل الرساله لكن ما نختلطش، وان زي ما قال الكتاب لان هنا بيشترك في تدبيرهم. أيوة. يعني بيشترك في الشر معاهم. أيوة. فهو بيمدحه ان هو ما عملش ولا حاجه من الحاجات اللي هي تشترك في الشر. لا مشي معاهم ولا جلس معاهم ولا اتآمر معاهم في مؤامراتهم الرديه. صح. ده كلام جميل جدا. يعني أنا هعتبر نفسي حد من المشاهدين بيتفرج كده وبيقول برضه سؤال، يقول وده سمعته من ناس كتير، يقول لك طب مين أنت أيها الإنسان لكي ما تدين عبد غيرك، ويعني تحط تايتل أو تحط عنوان على ده إن ده خاطي وتقول إن ده مؤمن؟ يعني مين أنت اللي تقول عليا أنا خاطي وتقول على ده مش خاطي؟ لا، في فرق بين النور والظلمة. النور والظلمة. أو من ثمارهم تعرفونهم. الرب يسوع قال من ثمارهم تعرفون. جميل. كيف يجنون من الشوك تينا أو من الحسك عنبا. الثمار بتبين. جميل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن إحنا لا نختلط أي خلطة للظلمة مع النور. مع النور. صح. مع الإثم مع البر. وفي آية تاني محدش بياخد باله منها كتير، بيقول إن طرق بعض الناس خطايا بعض الناس واضحة، فأعمل إيه؟ بينصح تيموثاوس بولس الرسول فاجتنبها. أيوة. خطايا بعض الناس واضحة فاجتنبها. لكن بيتكلم عن عدم الإدانة لأخويا اللي معايا في الكنيسة، إن أنا لا أدينه. لكن في ناس هم بيحكموا على نفسهم بالدينونة، بيحكموا على إيه؟ من أفعالهم الشريرة، أفعالهم واضحة ظاهرة، بيعملوا الشر ولا يستحوا بالشر اللي بيعملوه بل بيفتخروا بيه، فأعمالهم واضحة. أيوة. هم بيحكموا على أنفسهم. لكن مش من حقي إن أنا أدين أحد. الدينونة حاجة والمشي يعني في طريق الأشرار حاجة. بمعنى أنا مش بدين، يعني بمعنى إن أنا أقول لا لا ده خاطي أنا مش هكلمه، أو دي خاطي أنا مش هكلمها. محبة المسيح لكل البشر، لو أنا مش هكلمه يعني بمعنى إيه؟ مش يعني مش هيبقى في أنا أبشره برسالة المسيح، أوصل له رسالة الخبر المفرح، النبأ الصار، الإنجيل، إن أنت خاطي وليك خلاص، الرب يسوع مات لأجلك على الصليب لكي ما يفديك، بالنعمة أنتم مخلصون. ده الرسالة اللي أقدر أوصلها له، ويبقى أنا عملت معاه أحسن معروف إن هو قبل المسيح وخد الحياة الأبدية. جميل، معاش في الموت. جميل جدا جدا. احنا استفدنا في العدد الأولاني، العدد الثاني كمان رائع جدا، بيقول لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يبقى كلمة الرب هو الغذاء بتاع ابن الرب، بتاع المؤمن، بتاع العابد اللي عايز يتعرف على الإله الحقيقي، يكون ناموس الرب مسرته. يعني كلمة الرب هو يتغذى بيها ويلهج فيها نهارا وليلا. نعم. وبعدين بيشبه هنا المؤمن زي شجرة مغروزة عند مجاري المياه. جميلة التشبيه ده، الحقيقة رائع جدا، لأن الشجرة دايما بيكون ليها ثمار، والثمار مش هتطلع غير إذا كانت الشجرة مروية بكلمة الحياة. الرب يسوع في إنجيل متى إصحاح 15 وعدد 13 قال كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. وفي أرميا بيتكلم عن الشجرة المغروسة. ممكن نطلع أرميا 17 لو حبيتوا. أرميا 17، أرميا 17 بعد المزامير، بعد أشعية. عدد 34 و 35. أيوه. عدد أرميا عدد 7 و 8، سوري 7 و 8. بيقول مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها، ولا ترى إذا جاء الحر، ولا ترى إذا جاء الحر أو تزرى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. جميل. يبقى الشجرة المغروسة هنا أرميا بيشبه نفس التعبير اللي اتذكر في هذا المزمور، إن الإنسان المؤمن لأنه مروي دايما بكلمة الله وبالروح القدس، بمياه الروح القدس، دائما هو في ثمر. امين. وثمره مش ليه موسم. ايوه. مش في الصيف او في الشتاء، لا ده دايما ورقه لا يزبل وثمره. رائع. والرب يسوع حتى في لما اتكلم في انجيل يوحنا عن الكرمة قال ان انتم الاغصان لما تثبتوا فيا تاتوا بثمر، لكن الذي لا يثبت فيا ايه؟ يقطع، وبعد ما يقطع يرمي في النار بقى، يرمى. وده كان تشبيه عن اللي مقطوع من المسيح. ايوه. بس هنا جميل جدا ان عشان يبقى الشجره فيها ثمار لازم تبقى على مجاري المياه، يعني لازم الرب هو اللي يرويها. وهنا في العدد الثاني في المزمور الاول بيقول في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا. فدي المياه، ناموس الرب اللي هي كلمة الرب، هي دي المياه اللي بتغمر الشجرة وتديها ثمار، لأن أنا يعني الإنسان هيقدر يثمر من ذاته بدون ما قوة الرب وكلمة الرب. دائما يشبه في الكتاب المقدس كلمة الله بالماء، صح، وبيقول حتى مولودين ثانية من زرع لا يفنى بل من كلمة الله. يبقى المولود بيتولد بالكلمة الله. والرب يسوع حتى في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث لما اتكلم مع المحادثة الشهيرة مع نيقوديموس كان بيكلموا عن الولادة من الماء والروح. الناس بتفسرها غلط. الماء هنا، الماء هنا يقصد بها كلمة الله، كلمة الرب. أمين. لأنه ما قالش تتعمد من الماء والروح، قال تولد من والرسول بطرس بيشرحها إن مولود ثانية مما لا يفنى اللي هو إيه؟ من كلمة الله. أمين. وبولس الرسول بيشبه برضه في آية واضحة جدا إن بكلمة الله هو الماء. فهنا بيقول يلهج كأنما المؤمن الذي يلهج في كلمة الله باستمرار، كأنه موجود على مجاري المياه، على نهر. أمين. مجاري المياه يعني بمعنى مجرى نهر، فبيرتوي باستمرار. عشان كده بنقول كلمة الله فيها روح وحياة، فعمره ما هيجف وعمره ما يذبل، ولكن هيكون ليه كمان ثمر يعطيه في حين. جميل جدا. آمين. بيقول التي تعطي ثمرها في أوانه ووراقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. جميل جدا. وفي عدد 4 بيقلب بقى. ما هو يعني هنا المزمور بينقسم لجزئين، صح. الجزء الأولاني من إصحاح 1 من عدد 1 سوري لعدد 3 بيتكلم، وده بيتكلم عن بيصور عن النعيم اللي بيقيم فيه الإنسان البار وأفعاله والبركات اللي بياخدها. بالظبط. من عدد 4 ل 6 بيصف حالة وشخصية الإنسان الشرير والمصير المظلم اللي بينتظر. أيوة. فإحنا دخلنا دلوقتي في الجزء الثاني، مقارنة بين الأشرار وبين في الجزء الثاني في عدد 4 بيقول ليس كذلك الأشرار. ليس كذلك. هنا بيفصل ما بين الأبرار ووضعهم إيه والأشرار وضعهم ده مظبوط. لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين. وهنا في الدين احنا قلنا في يوم الدين، في يوم الدينونة، يعني الأشرار مش هيقدروا يقفوا أمام الرب في يوم الدينونة. والتشبيه الرائع اللي بيوصف به الأشرار إنهم كالعصافة التي تزريها الريح. العصافة هنا اللي هي قشر الغلة بعد ما بيتفصل عن الغلة لما بيعملوا عملية يدروا القمح. بالظبط كده. فبما ان قشرة القمح ضعيفة وخفيفة جدا الهواء بيطيرها بعيد لانها ملهاش قيمة كمان، ملهاش قيمة. فالأشرار ده اللي بيجرى لهم بالظبط، إنهم بيبقوا كالعصافة التي تزريها الريح. بيكمل العدد بيقول لذلك لا تقوم للأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، وما يقدروش كمان يقفوا في جماعة الأبرار. يا ريت حضرتك برضو تدينا صورة واضحة. بيقول ليس كذلك الأشرار. تأكيد على النقيض تماما من الإنسان البار اللي اتكلمنا عنه. الإنسان البار اتكلم عنه من عدد 1 لغاية عدد 3، اتكلم في 3 أشياء سلبية بيعملهم و3 أشياء إيجابية، وبعدين بيفصل ليس كذلك. ليس كذلك إيه الأشرار؟ هم إيه الأشرار بقى؟ وابتدي بيشرح مين هم الأشرار ومصيرهم إيه. لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح. لما بيجي بيدروا القمح ويفصلوه بتحصل عملية فصل ما بين القمح وما بين التبن، فالقمح بينزل والتبن ينزل في كوم تاني. والعصافة بقى لمحصاء اللي هي أقل شيء ما بين القمح اللي بعد التبن، اللي هي بالريح بتزريها وملهاش قيمة، بتنتهي. وده حتى اللي شبهه مرة أساف في مزمور من المزامير لما نيجي نوصل لها، بيقول إن لما نظرت إلى آخرتهم وهم انتهوا عرفت إن بيقول كادت قدماي تزل. لما شفت الأشرار لحمهم سمين وعيونهم جاحظة من الشحم وعندهم مزاودهم مليانة لكن لما بصيت لآخرهم، لا طب امتى بصيت اخرت؟ بيقول لما دخلت الى مقادسك. حبقوق اشترك في هذا الاختبار، واساف ايضا اشترك في هذا الاختبار وكتبه في مزمور. وفي سفر حبقوق النبي ذكر اختبار مشابه لهذا الاختبار. فلما شاف، لما دخل الى مقادس العلي واتكشفت عن عينه نهايه الاشرار ونهايه الابرار، ما زغللتش عينيه. كانت الاول الصوره مخلوطه بالظبط، كان بيحسد الاشرار الاول ازاي ان هم مزاودهم مليانه وعندهم وشحمهم ولحمهم وخيرهم، لكن بيقول لما دخلت المقادس، لما وصلت عند مقادس العلي، لما بقيت قدام الله كشف لي عن الصوره نهايتهم ايه، النهايه بتاعتهم، نهايه الاشرار ايه، ونهايه الابرار. وهو هنا ده اللي بيتكلم عنه. ايوه، بيقول ليس كذلك الاشرار، لكنهم العصافه اللي هي الشيء اللي بيتبددوا الريح وانتهى وما بيتجمعش تاني. ده تبن ليه فايده لان بتاكلوا البهايم بالظبط، لكن العصافه دي ما لهاش اي فايده لانها بتزريها الريح وما بتتجمعش. وهكذا الاشرار لما بينتهوا ومصيرهم الحريق هيبقوا اكنهم كالعصافه، ذهبوا مع الريح. ذهبوا مع بددتها الريح. امين امين. ايوه، لذلك لا تقوم الاشرار في الدين. لما هم اتبددوا نتيجه افعالهم الشريره في يوم الدينونة العظيم، لما يقفوا قدام الله مش هيقدروا يقفوا، هيستد كل فم. أكيد. فمش هيقدروا يقوموا. مين اللي يقدر يقوم ويتكلم؟ البار، اللي هو أعماله، إيمانه أولا يشهد ليه، وبعد كده أعماله. وبيذكر تاني، بيأكد ولا الخطاة في جماعة الأبرار. ما تنفعش الخطاة كمان يبقوا في وسط القديسين الله. أكيد. في وسط الأبرار. صح. وبعدين بيقول جملة شبه اعتراضية، لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك. لأن الرب يعلم طريق الأبرار. احنا قلنا واحنا بنتكلم ان مين هو الطريق؟ الرب يسوع هو الطريق الوحيد اللي بيوصل للسماء، هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية. أكيد. فالرب بيعلم طريق الأبرار اللي هم ماشيين مع الرب يسوع الطريق. أيوه. طب وطريق الأشرار، مين طريق الأشرار؟ الشيطان، الظلمة، الشر اللي كانوا بيعملوه هم من أب، هو أبليس وأفعال أبيهم هم بيعملوه. أيوه. عزيزي المشاهد، أمامك طريقين زي ما الرب بيقول في هذه الموعظة اللي في مزمور الأول. قدامك طريق الخير وطريق الشر، طريق الحياة وطريق الموت. الرب بينصحك، مش أنا ولا أخت سامية، بينصحك بيقول لك اختار الحياة لتحيا. الرب جه من السماء علشان يموت بدالك على عود الصليب. أمين. لكي ما يعطيك حياة أبدية. هو عمل بدلية عظيمة، أخذ موتك وموتي وموت كل إنسان، وعمل البدلية أعطانا حياته. آمين يا أخ سمير. آمين آمين. أخ سمير، بنشكرك جدا. للأسف إن الوقت بتاعنا أولموس انتهى، والحقيقة إحنا يعني اتمتعنا جدا بكلمة الرب، وخدنا معلومات جديدة كمان بالنسبة لسفر المزامير. الحقيقة معلومات غنية جدا، وأخدنا السفر الأول، وبنشكرك لوجودك معنا. المزمور الأول. أيوة. آمين آمين. نشكر وجودك معانا. الرب يباركك. وأحبائي المشاهدين، بشكركم لوجودكم معانا، وبتمنى من الرب يسوع إن احنا كلنا نكون خدنا كلمة من الرب، من الرب نفسه. يكون الرب عطانا فهم لكلمته عشان نقترب منه وندرك مقاصد الله في حياتنا. هو عايز يديني درس وعايز يعلمك درس. في المزمور الأول بالروح كده أنا أخدت إن الرب عايز يقولي إن فعلا في أشرار وفي مستهزئين، ودول مش المجال إن احنا نحتك بيهم ويكونوا، لكن بلاش نحتقرهم، بلاش نعملهم نحس إن احنا أفضل منهم. نعمة ربنا هي اللي ميزتني وميزتك إن احنا ما نكونش أشرار، نعمته. احنا مش افضل من اي حد. ونصلي من اجل الخطاة، ونصلي من اجل المستهزئين، ونصلي من اجل اللي هم عندهم عمى عامة روحي ما تعرفوش على مجد رب المجد يسوع. نديهم نبذة، نديهم كلمة، نديهم حاجة تفتح لهم الطريق والنور عشان يتعرفوا وييجوا للطريق الصحيح، طريق يسوع المسيح، طريق الخلاص والأبدية، مفيش غيره. بشكركم لحضوركم معانا، وهنتقابل الأسبوع القادم بإذن المسيح يوم الأربعاء الساعة 6:30 مساء بتوقيت كاليفورنيا في برنامجنا الأسبوعي ينير ظلمتي، وإلى اللقاء. رب معاكم. آمين.